أنا من مواليد الدار البيضاء، تزدت سنة 1900 ما بقيتش عقلت، خرجت نشري لولدي الروايد وشي حاجة طرات، كان لي درامو شي حاجة صعيبة تهم يلا كيبغيو يديروا شي حاجة حتى كيوقف عليهم بوليس ما يشتغلي علينا تحبك متي 30 عام مت ولكن دابا رجعت باش نقلب على مرتي وولادي اللي نعاونوك تقلب على ولدك وعلى مرتك وعلى كل شيء هذوك الناس ديالك يضرب ديال 81 راه كاع خرجوهم 10 سنين هاد الشيء تبعوا هاد السجود وشوفوا فين وصلنا سمحي لي يا لاله سحبني مراتي